طيب كلمنا بقى اول حاجه عن التصوير والمونتير في الاعمال القصيره، فيها جهد كتير. هل مثلا التصوير داخل لوكيشن واحد ده بيبقى اصعب، الخارج بيبقى اصعب؟ يعني قول لنا كده كواليس التصوير في الافلام القصيره. اه طبعا هو الداخل بيبقى اسهل، بس الخارج هو اللي بيبقى اصعب. بس هو كده كده انا لما بصور الداخلي اللي هي العروسه برضو كان عليها عفريت، فازاي تصرف الكاميرا وهي بيطلع منها العفريت. انا اضطريت اهز الكاميرا عشان برضو يبان ان هي في عفريت فيها، وبعد ما خلصوا اتصلوا كل حاجه العفريت. طب المونتير بقى في الافلام القصيره انت محتاج، يعني انت يعني 60 دقيقه كتير قوي، يعني انت اختصرته اكتر. هو كان قد ايه عشان تكمله؟ لا هو المونتير بياخد معايا وقت جامد. يعني المونتير هو اخد معايا 3 ايام متواصل. والمونتير هو اصعب حاجه بالنسبه لي، هو بياخد معايا وقت جامد. طب انت شايف ان 60 دقيقه دي برضو كتير على الفكره ولا ايه؟ ولا انت ما لا هو مش كتير ولا حاجه، هو مده فيلم كويس جدا. طيب كلمنا تاني على الاعمال اللي انت قدمتها. انا عملت كمان فيلمين تاني، فيلم اسمه الانتقام الاسود، فيلم اسمه 3/5. هما دول الاعمال اللي انا قدمتها وعاوز اعمل. طيب انت حابب بقى في الفتره اللي جايه التصوير والمونتاج اكتر ولا التمثيل؟ يعني ايه اكتر بالنسبه لك؟ لا هو التصوير. التصوير انا حابه. طيب هل انت شايف ان التصوير في الافلام القصيره دي تجارب لفيلم طويل، ولا التصوير في الافلام القصيره لا ما ينفعش يبقى؟ لا ينفع التصوير عادي، ينفع التصوير، ينفع في افلام كبيره برضه عادي تشتغل كل حاجه. طب انت ايه تاني عايز تشتغل في تصوير الافلام دي او تعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ لا هو الفترة الجاية برضه أنا بحب إن أصور أفلام أكبر من كده برضه، ويكون اللوكيشن أكبر، يعني التصوير يكون مش تمام. طب طموحاتك الفترة الجاية في ورش بتبقى موجودة دلوقتي لتعليم التصوير السينمائي، التعرف على أحدث التقنيات مثلا في التصوير، هل أنت لا هو برضه هو كل ما بصور أكتر كل ما بتعلم حاجة أكتر. يعني في التصوير برضه كل مدى بتعلم حاجة أكتر. انتوا قدام الكاميرا